السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. درس النهاردة ان شاء الله هنتعلم نعمل كلمة بقرن فلفل، بس كده. لو انت اول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ. انا منين حملت الصور؟ حملتها من فريبيك، تمام. فدول الصورتين اللي انا اخترتهم واللي احنا هنشتغل عليهم في الدرس ده ان شاء الله. فخلاص انا عملت لهم داونلود، الملف ده هينزل لي اي بي اس، هيفتح على الاليستريتور، والصوره دي هتنزل جي بي جي، هتفتح على الفوتوشوب عادي مفيش مشكله. فخليني افتح الصوره الاولى، هاخد منها الفلفل ده وهشد وافتح مقاس الاول. انا اسف، ماشي، خلينا نشتغل 2000 في 2000 مفيش مشكلة. هشد الفلفل بتاعي، تمام، هصغر الصورة دي شوية. طيب كل شغلنا هيبقى على الورب فقط، تمام. يعني أنا هنا هبدأ أعمل حاجة، أول حاجة هعملها هدوس كنترول تي، وبعد كده الورب عندي مخفية، تمام. طيب ازاي أظهرها أو ازاي أشغل الأداة دي؟ هعمل راسترايز الأول، وبعد كده هرجع الورب هلاقيها اشتغلت معايا اهو. هبدأ اشد الجزء ده كده بقى بالراحة والفه معايا لحد ما يبقى عامل زي شكل الشين، تمام. افضل الف كل شوية بالورب، هو كل الشغل في الكلمة دي هيبقى ورب فقط، يعني مفيش اي مشكلة. طيب لو انا راجل مثلا، معلش انا مش خطاط وحاسس ان انا الكلمة لو عملتها مش هتبقى مظبوطة معايا، هقول لك تعالى هنا كده اكتب كلمة شطة، تمام. هلاقي ان الفونت عندي معكوس، هعمل سيلكت، اروح هنا، تمام، وهختار مثلا اي فونت حر، اي حاجه مثلا زي سلطان فري، زي عبد فري، زي اي فونت يكون شكله حر كده، يكون شكله لذيذ، مثلا حاجه شبه كده، تمام. وهخليه قدامي لو انا مش خطأ، لو انا يعني مش عارف اعمل او انا مش متخيلها في بالي يعني، تمام. وهبدا ارسم، تمام، هبدا الت واشد كده معايا، هيبدا يشد لي جزء تاني اهو، الت كمان هبدا اشد، هيشد لي الجزء التالت اهو. فخلاص كده اوكي، هبدا اظبط اقرب الدنيا من بعضها شويه، تمام. هتيجي مرحله الطه، تمام، فهاخد من نفس الموضوع وهقلبها كده، هعكسها. فطبعا يعني بدات تظبط معايا اهي، هبدا اكبرها شويه واوسعها، وبعد كده الورب بتاعتي، وهبدا اشد ده كده، وابدأ اظبطها من النص على فوق، تمام. طيب ممكن اخد كوبي منها كده واعكسها على اساس ان احنا نطول الاجزاء دي، وابدأ امسح الجزء اللي فوق ده كده بالشكل ده، وابدأ احذف الجزء ده كمان، والورب برضو هبدأ ارفع الاجزاء دي واحذف الجزء ده برضو كده. ابتدينا نرسم الطه بشكل كويس. طيب في جزء ظهر لي جوه اهو اللي هو بتاع ده، هحذفه، تمام. الجزء ده ممكن نظبطه شوية، ماشي زي الفل. طيب هنيجي هنا عند التيه المربوطة، هاخد من نفس الجزء بس هعكسه بالشكل ده، تمام. هصغر الصورة شوية، هبدأ أكبر الجزء ده شوية، تمام. أنا حاسس إن الشين هنا هتبقى كبيرة قوي، هبدأ أصغر الأجزاء دي. طيب ما أظنش إن أنا هبقى محتاج الـ الفلفل الأخضر ده، لأن إحنا هنحط الأصفر بداله يعني، فهنحذفه وهنشيل دول كده، نحط دي هننزلها تحت، نفس الموضوع. طيب هشد جايد كده معايا عشان اظبط كلهم يكونوا على نفس الخط، تمام. وهحاول اقرب بقى، خلي المسافات واحدة، امسك كده السلكت هما التلاتة مع بعض، وهظبط جاية الطه مثلا، وهبدأ أنزل مش كتير يعني، هطلع بالطه برضو شوية عشان الكلمة بتبقى ساقطة،
تمام، انا حاسس ان الجزء ده مش مظبوط قوي، فهبدأ اظبطه بالورب برضو. تمام، هبدأ هنا بالبين تول احذف الزيادة منه اهو بالظبط، خدت منها كوبي عشان ازود اللاير بتاعته ما تبقاش في زيادات بره، هبدأ احذفها هنا وهنا اهو. تمام، ممكن اخد نفس الجزء ده كده كوبي برضو واعكسه، هيبقى معايا شكل التيل المربوطة يعني. هبدأ بس اطور الجزء اللي تحت بالشكل ده. تمام، وهخلي دي تكون تحت اشدها لتحت كده، همسح الزيادات. تمام، فاصبحت كده يعني بدأت تظبط معايا اهو. محتاج بس الجزء ده يطلع لفوق شوية، انا كده محتاج اخليهم كلهم على قيد واحد، فهبدأ اظبط الجايد ده، هطلع بالطا شوية، هطلع بالجزء ده شوية، حاسه تخين قوي، فالورب برضو هبدأ ارفع فيه بالشكل ده. تمام، تي دي محتاج هنا. تمام، طيب زي الفل. هاخد نفس القرن ده او هجيبه من هناك من الاليستريتور ده اللي احنا هنعمل بيه الالف بتاعت الطا يعني. هبدأ اصغر كمان، حاسس ان هو يعني محتاج يتخن شوية كمان. تمام، هبدأ احذف الزيادات بتاعته كده، وبالورب برضو هبدأ ادخل الجزء ده لجوه. تمام، طيب احنا هنا هنروح للفلفل الاصفر. خلاص انا حملته، عملت له داونلود، هاخده كده معايا بالماجيك. هبدأ اعمل سيلكت على الابيض كده، احذف. تمام، كبير قوي، هعمله كونفرت عشان ما تبكسلش مني لو انا صغرت او كبرت او اي كلام من ده. وهبدأ اظبط النقط بتاعتي بالفلفل بالشكل ده. زي ما انت حابب بقى براحتك. تمام، هرفع من فوق، اخلي هي دي، لا خليها دي تبقى ظهر افضل يعني. تمام، وهبدأ اخد الاتنين دول كده، فعملت الكلمة بكل سهولة وبساطة وبدون اي صعوبة عشان الناس ايه ما تستصعبش الموضوع. زي ما قلنا في الدروس اللي فاتت، احنا الكورس بتاعنا تركيزنا الاول والاخير على ان احنا نعمل افضل حاجة في اقل وقت وبخطوات بسيطة بدون ما صعبها عليكم ولا حسسكم ان الموضوع كبير ولا كل الكلام ده ولا نعقدها على بعضينا يعني. من الاخر كده، طيب هجيب الورب كده الجايد انا اسف، وهبدأ اخلي الشين بتاعتي تكون ماشية على نفس المستوى بتاع الطه. شوف كمان التين مربوطة يعني تنزل شوية، هبدأ ارفع دول. فاوكي خلصنا، فهعمل كلير جايد، هبدأ امسك كله كده بقى مع بعضه عشان لسه هنعمل شوية تكات كده صغيرة يعني. هعمل باك جراوند سريعا، هشيل القفل بتاعي، هبدأ هاجي هنا او من غير ما اشيل القفل خلاص، انا هعمل سوليد كولر، هاجي هنا كده سوليد كولر، هجيب اللون الاحمر الغامق قوي، هكريت لاير فاضية، هجيب البروش، هجيب الدرجة الفاتحة من الاحمر، هكبر كليك، هوسع، بعد كده هخف هقلل الاوبيسيتي بالشكل ده. تمام، بعد كده هعملهم ميرج مع بعض، بعد كده هروح عند البليندنج اوبشنز، بعد كده هروح عند الباترين، بعد كده هظبط الباترين بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. تمام، طيب هاجي هنا، ركزوا معايا، انا محتاج اخلي يكون في تداخل كده في الحروف يعني، كل حرف يكون باين ان هو ورا التاني، عامل زي شادو يعني. فهقف عند الاول حرف ده،
تمام، هعمل لاير جديدة وهدوس كنترول الت جي، هدخل الشادو اللي انا هعمله جوه اللاير ده فقط، وهجيب البرش بتاعتي اخليها الاسود، وهبدأ هنا هقلل الفلو شوية، هبدأ ادوس كده هيعمل لي الشكل ده. تمام، هكرر نفس الموضوع في كل واحدة، برش اهو دي بقت تقيلة اوي. تمام، نفس الموضوع اهو، لو بصينا من بعيد كده بتدي شكل كويس طبعا طبعا. يعني هاجي عند الطه هنا، هشوف بقى الجزء ده فين اقوله فين. هو على فكرة طالع اهو محتاج يتظبط بين طول هنا شوية. تمام، هبدأ برضو نفس الموضوع اهو، وهنا برضو نفس الموضوع اهو. تمام، واخر حاجة. تمام، جميل اوي. طيب هعمل كله ميرج مع بعضه، خلاص الكلمة كلها ميرج مع بعضها اهي. تمام، هبدأ بقى ايه كنترول ال والليفلز، ابدأ اظبط فيها مثلا الاضاءة بتاعت الكلمة، خليها تبقى منورة من حتة، فاتحة من حتة، قافلة من حتة، ابدأ اظبط على حسب ما انا عايز، يعني مش حاجة ثابتة. بص كده نورت شوية، هبدأ اعمل لها دروب شادو كده خفيف خفيف قوي، ما يبقاش ظاهر يعني بس. وكده يكون خلصنا الكلمة بكل سهولة خالص يعني، وبدون أي حاجة. هنكتب طبعا هنا ايه اللي أنا كنت كاتبها هناك، إن شاء الله حاجة جميلة أوي. ماشي، عندي الإنجليش حلو، الخط ده في حركة كده بس يا جماعة. وكده نبقى يعني خلاص، يعني احنا تقريبا كده خلصنا. طبعا لو انا عايز انور كلمة اكتر يعني ممكن اقف على اللاير بتاعتها، هجيب الدودج من هنا كده وابدأ ادوس على الابيض كده هينور لي الكلمة اكتر يعني. كده نكون خلصنا الكلمة بكل بساطة، يا رب يكون عجبكم، ومنتظر رأيكم طبعا في الكومنتات، وان شاء الله اللي جاي تابعوه عشان هيكون اقوى من كده بكتير، ومستني رأيكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان خاطر الكورس كله يتشاف بإذن الله، وتابعوا الدروس الباقية من الكورس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.